مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس صف الثاني المتوسط. وصلنا إلى Unit 2 Lesson 1، الوحدة الثانية الدرس الأول. كيف فت؟ أبقى محافظ على اللياقة أو أبقى رشيق، اثنينات هنا الترجمة صحيحة. تعالوا خلينا نقرأ ونترجم. بالبداية خلينا ننتقل إلى الملزمة. عندكم سؤالين لفوق راح نرجع نحلهن بعد ما نقرأ ونترجم. الترجمة اللي بالعربي أمامكم، بإمكانكم أنه تنقلوها. زين، راح أبدي أقرأ وأترجم. Take my advice، خذ نصيحتي. I'm fit، أنا رشيق أو أنا محافظ على اللياقة مالتي. Are you، هل أنت أيضا؟ زين، ابدوا اكتبوا الترجمة وياي، جيبوا قلم حتى تكتبون الترجمة عن الكلمات اللي ما تعرفوها. Fitness is very important. اللياقة أو الرشاقة جدا مهمة. Unfit people cannot enjoy life. الناس اللي ما عندهم لياقة لا يستطيعون أن يتمتعون بالحياة. They get tired very quickly. يتعبون بسرعة. Get tired بمعنى يتعبون. So they cannot play games. لا يستطيعون لعب الألعاب. They cannot run. لا يستطيعون الركض. In fact, they cannot even walk. حتى ما يقدرون walk بمعنى يسيرون. Without getting tired. بدون إنه يتعبون. And out of breath. يعني لا يستطيعون اللعب بدون إنه يتعبون أو ينقطع نفسهم. So if you want to enjoy life، إذا أنت تريد تستمتع بالحياة، you should get fit، لازم تكون رشيق. And keep fit، تحافظ على الرشاقة مالتك. How can you get fit؟ كيف تستطيع أن تكون رشيق أو ذات لياقة؟ You should take exercise regularly. You should، عليك أن تأخذ تمارين بشكل مستمر. Games like football، ألعاب مثل football كرة القدم، basketball كرة السلة، and netball وكرة الشبكة اللي هي أشبه بالباسكتبول. Give you plenty of exercise، راح تعطيك أنواع مختلفة من النشاطات. Because you have to run all the time، لأنه أنت عليك أن تركض كل الوقت. Swimming and cycling are also very good forms. السباحة وcycling، ركوب الدراجة، أيضا هو شكل جيد of exercise للتمارين. If you don't like any of these، إذا ما تحب أي واحد من ذولا، you can just go walking. بإمكانك إنه go walking يعني تسير، فقط إنه تستطيع إنه تسير يعني تتمشى. You should walk quickly، عليك أن تسير بسرعة. For about 20 minutes every day، لعشرين دقيقة كل يومية. شلون لازم تمشي بسرعة quickly. Walking slowly will not make you fit. السير ببطء لن يجعلك رشيق. And walking to your bedroom، والسير إلى غرفة النوم، will not either، أيضا ما راح يخليك رشيق. Some people think، بعض الناس يفكرون، that taking exercise، أخذ exercise تمارين، is boring، ممل. But it doesn't have to be، لكن هو ليس عليه أن يكون، يعني ليس عليه أن يكون ممل. If you take exercise with your friends، إذا أخذت تمارين ويا صديقك، you will have fun، راح يصير عندك يعني fun، يعني راح تتسلون. زين، عندنا هنا بنفس الصفحة عندنا يقول answer the questions in your activity book، عندكم أسئلة بكتاب النشاط. وهنا يقول which of these boys do you think is fit، ذول الأولاد أي من عندهم هو fit. تعالوا نأخذ أول واحد ونترجم الكلمات. زيد
They won't let me play. لا يدعوني ألعب. I get tired quickly. أنا أتعب بسرعة. أحمد, I watch TV all the time. أني watch, أتفرج التلفاز كل الوقت. سلام, I love running. أني أحب الركض. وياسر, I love my car. I drive everywhere. أني أحب سيارتي وأني I drive يعني أقود بكل مكان. سلام هو أكثر شخص فت والبقية مو فت, أوكي, لأن هو الوحيد اللي يحب الركض والبقية يحبون يقعدون يتفرجون وهكذا. زين, عندنا موضوع مهم هو should و shouldn't, هو موضوع قواعد. قبل لا ننتقل إلى موضوع القواعد, أكو أسئلة رح نحلها عن keep fit وبعدين نروح على القواعد. زين, هاي الأسئلة مهمة. Number one, what are the paragraph about? Choose the best answer. يحكي عن الparagraph الإنشاء, اختار الجواب الصحيح. مثلا عندنا الparagraph one يحكي عن why fitness is important, لماذا الرشاقة أو اللياقة مهمة. بينما الparagraph two الإنشاء الثاني, how can you get fit, كيف بإمكانك أنه تصبح رشيق. يعني المقصود, شوفوا هنا كأنه مقسمة كأنه باراجرافات, أوكي, إنشاءات. هنا الأول وهنا الثاني. فالأول why fitness is important والثاني how can you get fit, هالشكل. زين, خلينا نجاوب على بقية الأسئلة. Why is it important to be fit, لماذا مهم أنه تصير رشيق. Unfit people cannot enjoy life, الناس اللي هم غير رشيقين ما يستطيعون الاستمتاع بالحياة. و why can unfit people not run or walk, الناس اللي هو unfit لماذا لا يستطيعون الركض أو المشي. Get tired out of breath, لأنه ينقطع النفس مالتهم, يتعبون ويصيرون يعني out of breath, يعني ما يقدرون يجرون النفس. Why is exercise good for you, ليش الرياضة مهمة إليك. You can get fit, حتى تصير رشيق. What kind of exercise can you find in paragraph 2, نوعيات التمارين اللي تقدر تلقاها بالإنشاء الثاني, يعني قصد القطعة الثانية, هي football, netball, swimming. أوكي, مثل ما أخذنا هنا swimming, حتى cycling, netball, basketball, football. زين, six which words in the text mean the following, ماذا تعني الكلمات. هنا معاني مهم, often بمعنى regularly, خلني اكتبها لكم بالأحمر. Able to do things like running and playing games easily, المقدرة على فعل الأشياء مثل الركض و playing لعب الألعاب بسهولة. fit يعني هذا عنده لياقة ورشاقة. opposite of fit, عكس fit هو unfit. وkind بمعنى forms, kind المقصود به يعني شكل من الأشكال, نوع معين. زين, خلونا ننتقل إلى موضوع مهم هو should و shouldn't. should و shouldn't هو من أهم مواضيع الوحدة الثانية. زين, giving advice with should, أعطاء نصيحة بشد. إذا should استخدمها شو وقت؟ لما نريد أعطي نصيحة, اللي هو نصيحة شنو معناتها؟ معناتها advice. يقول عندما أنصح أحد راح أستخدم should أو shouldn't. إذا أنا عندي اثنين مو بس وحدة, أداتين هي should بالمثبت, بالمثبت زين, وشدنت بالنفي. زين, القاعدة مالتها تقول يو المقصود بي, طبعا هنا المقصود بي الفاعل, اوكي, الفاعل اللي هو you, أنا راح أنصحك إليك. وبعدين should أو shouldn't
وبعدين فعل مجرد زائد عن تكملة الجملة. تعالوا ناخذ أمثلة. مثلا راح يجيكم بالامتحان بهذا الشكل: I have a stomach ache. ache بمعنى ألم. عندي ألم بالمعدة. give advice، أعطي نصيحة. أنتوا شو راح تسوون؟ راح تطبقون القاعدة، حتجيبون you اللي هي الفاعل قلنا، زائدا should، زائدا فعل مجرد، وكمل الجملة. احتمال أنه هو يعطيكم ما بين الأقواس، يعطيكم الفعل go to hospital، واحتمال ما يعطيكم بالامتحان، بس يعطيكم كلمة I have stomach ويقولكم give advice، عنده ألم بالمعدة وتعال اعطوا نصيحة. احنا عادة اللي عنده ألم بالمعدة شنو نقول له؟ نقول له روح للمستشفى، أخذ حباية، صحيح؟ روح نام مثلا، أخذ راحة، وهكذا. إذا you should go to hospital، عليك الذهاب إلى المشفى. زين I have toothache، قلنا هذا الأيك معناته ألم، عنده ألم بالأسنان. You should go to dentist، عليك الذهاب إلى طبيب الأسنان. dentist طبيب الأسنان. سوينا، تبعنا القاعدة اللي تقول عندي you، هنحطها بلون حتى تعرفون. زين بعدين should أو shouldn't، بعدين فعل مجرد، هيات الفعل المجرد، أوكي، وتكملة الجملة. أنا إذا أستخدم هنا should لأنه معنى الجملة يقتضي أستخدم should. أنت عليك، مرات أجي أقول له أنت مو عليك، يعني ليس عليك أن تفعل كذا وكذا. رح نأخذ مثال: أحمد watches TV all night. أحمد يشاهد التلفاز كل الليل. شوفوا المعنى مالتها أنه تحسون أنه ما لازم يسوي هيك شيء، هو ما لازم يشاهد التلفاز كل الليل. فرح استخدم هنا أنا shouldn't. You shouldn't watch TV all the time. ليس عليك أن تشاهد التلفاز كل الليل. شوفوا كأنه أنا إذا أحذف أحمد وحط مكانها you، بعدين أجيب shouldn't وأكمل الجملة. بس انتبهوا، ورا shouldn't أحط فعل ما في أس، فعل مجرد. أوكي، إذا هذا كان should shouldn't، كلش سهل، ما يحتاج لأي شيء سوى أنه تحفظون القاعدة وتطبقون عليها. زين عندكم أيضا بعد تمرين don't let children play with matches، لا تدع الأطفال يلعبون بعواد الثقاب. سوولي advice، يقول سوولي نصيحة. شلون تسوون نصيحة؟ أجيب you بعدين should أو shouldn't. هنا من معنى الجملة افتهمت أنه shouldn't، وبعدين أجيب الفعل let children وأكمل الجملة. عرفتوا؟ راح أبدي أجيب الجملة، أجيب الفعل من الفعل مال الجملة وأكمل الجملة. زين use the zebra crossing when you cross the road، استخدم zebra crossing المقصود به المكان اللي نعبر من عنده، يعني معبر المرور عندما نعبر الشارع. you should، هاي القاعدة تقول لي you should، خلي أسويها لكم بالأزرق. وبعدين من الفعل use وكمل الجملة. زين never cycle on the wrong side of the road، أبد لا تسوقون البايسكل بالاتجاه المعاكس. صير you shouldn't، بس شفت never قلت هنا أنا راح أنفي أقول ليس عليك. you shouldn't هنا أنا من السايكل لازم أجيبها هنا أحطها، لأن هنا أنا فعل وأكمل الجملة on the wrong side. وآخر شيء keep medicine out of the reach of children، أبقي الدواء بعيد عن متناول الأطفال. you should وبعدين keep medicine،
يعني هاي الجملة جبتها نفسها اللي هو أصلاً مطيها لكم. But the video should. إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكراً لكم. لا تنسون تشتركون بالقناة حتى يوصلكم كل شيء جديد. أرسلوا القناة إلى أحبابكم وأصدقائكم حتى تعم الفائدة.